بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغاثت، وبك لذت لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا غفور
غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.